مرحبا بقناتي، انا عارف انه اشتقتوا لي. رجعنا اليوم بدي احكيكم على برايي انا افضل جزمة باور ليفتنج بالسوق حاليا. طب هلا برياضة الباور ليفتنج لما تكون لابس الجزمة المناسبة ممكن تعمل معك فرق كبير بالنسبة للأداء، بالنسبة للثبات، بالنسبة لأشياء كتير حنتكلم فيها بالفيديو هذا إن شاء الله. عشان هيك اليوم أنا بدي أسويكم مراجعة لجزمة أفانسس. أنا كنت أقول أفانكس أول شيء من بالغلط، كنت عارف بس لفظة أفانسس. إيباكس باور عندهم نسختين منها، الأبيض والأسود، وأنا اللي تقريبا أكتر من شهرين ثلاث شهور عم بلعب فيها. بقلكم من هلا صارت جزمتي للسكوات، جزمتي للديدليفت، وجزمتي للبنش بريس، صارت جزمتي الأساسية حالياً هلأ لرياضة الباور ليفتنج. خلينا نتكلم على التفاصيل. إذا أنتوا بتعرفوا أنا من فترة جبت جزمة السابو الديدليفت برو، اللي فرجيكم إياها. جبت جزمة سابو الديدليفت برو، كتير عجبتني لما جبتها عشان فيها كتير ميزات ممتازة. لكن اللي حوضح لكم إياه بالفيديو هذا إنه الأفانسس عندها كل الميزات تبع سابو وأفضل، وعندها ميزات زيادة سعر أرخص. بعدين فرجيكم الفرق. هلا في ماركات كتير وبراندات كتير من الجزم حاليا بالسوق مخصصة للباور ليفتنج، لكن ما في اي براند واحد في كل الميزات اللي موجودة بأفانسس بجزمة واحدة. في منهم عندهم ميزة وثلاثة. انا خليني احكيكم هلا على شو هي الاشياء اللي انا بعتبرها مهمة لي بالجزمة للباور ليفتنج. هلا انا اهم شيء عندي صراحة، اهم شيء عندي بجزمة باور ليفتنج هي البيرفوت فيل، يعني احساسك انك انت كانك حافي وقريب كتير من الارض. هذا كتير مهم عندي انا، عشان بالاخير انت لما تلعب تمرين مثل الديدليفت حتى مثل السكوات انت بدك تحس كانك واقف على الارض، عشان هذا اللي حيعطيك افضل ثبات بالتمرين. لما تكون لابس جزمه فيها سفنجه وبتتحرك وانت مش ثابت كتير على الارض، هذا راح ياذي ادائك بالتمرين، نفس الوقت ممكن يعرضك لاصابه. انا ما بدي هالشيء، انا بدي شيء كاني حافي وهاي انك لازق بالارض. يعني عن جد الفرق بينك وبين الارض ولا شيء، كانك بتحس بالارض وانت ماشي فيها. ما راح اقول لك ان هي اكثر جزمه حتكون لازقه بالارض مثل الشراب يعني، لكن اقرب شيء انا استخدمته بهيدا الثبات، وهذا ميزه مهمه موجوده بالافانسس. هلا اللي حلو بالافانسس انه خليني اوريكم بالجزمه الثانيه، عشان هذه انا شايلها، عشان انا عندي اللونين هنا الاسود والابيض. بس في عندها ميزه حلوه الافانسس. هلا لما انت تكون بدك تلبس الجزمه برا غير النادي، او ما عندك سكوات ولا ديد ليفت بيومها، عندك تمارين عاديه اكسسوارات، تقدر تخلي الانسول، ولا ما بعرف شو اسمه بالعربي الصراحه، بس ححطه على الشاشه. الانسول خليه جوا وبخليك تلبس الجزمه براحه وراحه، يعني عامل لك راحه، يعني فيك تطلع فيه تتمشى فيه بالمول، تطلع فيه برا عادي، مريح. بس بيجي وقت التمرين، بيجي وقت الديد ليفت، بيجي وقت السكوات، بيجي وقت البنج، بيجي وقت انت بتحتاج اداء من الجزمه، النصيحه هي انك تشيل الانسول اللي جوا. وقتها لما تلبس الجزمه فعلا كانك حافي، فعلا كانك لازق بالارض، واحساس رهيب. يعني بتحس انك قريب من الارض، بتحس الثبات اللي بيعطيك اياه، حيعطيك ثبات حتى مع هاي. انت لو بدك افضل اداء خصوصا بتمرين مثل الديدليفت مثلا، انت بدك تكون اقرب شيء على الارض ممكن، وهذا اللي حيعطيك هذا المفعول، انك تشيل الانسول وقت التمرين، وقت ما بدك تتمرن ولا بدك تلبسه لبس عادي. وهذا فعلا ميزه يعني غير الجزمات الثانيه. بشكل عام جزمات الباور ليفتنج شكلها مش حلو، بشعه بشكل عام. يعني ما راح تشوفوني بطلع بهذه الجزمه بتمشى فيها، لا. جزمه افانسس حلاوتها كمان تصميمها اوكي، مع انه انا شخصيا بفضل الابيض عن الاسود بكثير. الاسود بحسه كانه جزمه كرة قدم، هيك انا بحسه، ما بعرف تصميمه، بس الابيض عجبني اكثر. الابيض انا عادي اني اطلع فيه والعب فيه، اتمشى فيه برا، ممكن اني العب فيه بادل، بفكر اني العب فيه بادل المره الجايه. هذه نصيحه بس، تشيل الانسول وقت التمرين حتشوفوا فرق كبير بالاداء. هلا ميزه ثانيه هي الجريب، مدى الثبات على الارض. هذا كتير مهم بتمارين مثل البنش بريس، عشان بالبنش بريس تحتاج لك درايف، تحتاج تدف تثبت بالارض عشان يساعدك تشيل وزن بثبات اكثر، رجلك تكون لازقه بالارض. هلا هنا العيب تبع السابو، السابو الجريب تبعه سيء بالنسبه للبنش بريس. بالنسبه للبنش بريس لو حاولت اني اثبت اشي على الارض تتحرك، ما بتثبت على الارض. هذا بحسه اكثر للديدليفت، وديدليفت كونفنشنال كمان، ممكن مش سومو، كونفنشنال حيساعدك اكثر، بس السومو بيأدي الغرض يعني، بس لو بدك تستخدمه للبنش ما راح يفيدك. فالجريب مهم، وهنا بيجي افضل ميزه بالافانسس، الجريب تبع افانسس فعلا فعلا كانك يعني قارنه بكفر سياره. لما انا احطه بالارض واثبت على الارض بالبنش بريس مثلا، انا عارف انه رح يثبت وما رح يتزحلق معي. حتى بالنوادي اللي بتحس كانك عم تلعب بملعب صابون، الارض سيء وبتزحلق، الله العظيم شيء فظيع. الجريب تبع افانسس افضل جريب جربته باي جزمه بحياتي، عشان هيك كمان واحدة من الاسباب اللي ممكن اني العب فيه بادل اجربه، بحس انه رح يكون كتير حلو. بس انا هيدي الميزه الوحده بحسها اهم وحده بالنسبه للبنش بريس. انا اكبر فرق حسيته بين اي جسمه ثانيه جربت هي الجريب تبع البنش بريس. هنا بالبنش بريس لوحده، يعني انت لو بدك جزمه بنش بريس بس ما بدك تلعب فيها سكوات ولا ديد ليفت، راح اقول لك افانسس ممتازه. هلا ميزه ثالثه مهمه موجوده بالاثنين، السابو وبالافانسس، اللي هي الوايد تو بوكس، يعني مكان من قدام هنا عريض، فانت رجلك بتكون مرتاحه فيه، ما بتكون محشوره، وهذا
مهم مش بس لراحة القدم، لصحة القدم، للأداء الأفضل. أنت لما تكون إجرك محشورة ما رح يكون عندك القوة مثل لما تكون إجرك ثابتة بالأرض ومرتاحة بدل ما تكون محشورة. فالاثنين عندهم هذه الميزة ممتازة، خصوصا بالأفانسس لما تشيل الإنسول من الجزمة رح تحس فعلا كأنك أنت يعني تقدر ترخي رجلك جوا وتكون ثابت. لو قارنتها بجزمة عادية مثل الكونفرس ولا أي جزمة ثانية تحس أنك محشور، وهذا ما رح يكون مريح لك وقت التمرين ورح يأذي أدائك بالأخير، خصوصا الجزمات اللي من قدام بتكون مرفوعة، هذا مش منيح لك. أنت لازم تكون رجلك ثابتة على الأرض كل أصابع رجلك، وهذا اللي مهم كمان بجزمة مثل الأفانسس عشانها من الكعب لقدام كلها على الأرض، هذا كتير مهم للأداء. ميزة خامسة اللي هي التصميم. التصميم الصراحة بحسه أفضل تصميم لجزمة باورليفتنج على السوق. مثل ما قلت جزمات الباورليفتنج بشكل عام شكلها مش حلو، بس تلبسها وقت التمرين وبتخبيها عشان ما بدك تشوف حدا، ما بدك حدا يشوفك أنت لابسها برا النادي. لكن هذه أنا ما بمانع إني ألبسها برا النادي، فتصميمها بحسه كتير ممتاز، يعني ما عم بشتكي من أي شيء بالنسبة للتصميم، كتير حلو، فتصميم ممتاز. هلأ خامس شيء هو السعر. هلأ السعر $95 حالياً وقت تصوير هالفيديو، السعر $95، بستخدم الكود تبعي بيطلع لك 10% خصم، يعني بتصير $85 بعد الخصم. $85 لو قارنتها بسابو، السابو اتوقع كانت 110، 100% انه السابو كانت اغلى من الافانسس، ومع الشحن كلفت اكثر كمان. لو قارنت الافانسس بالسابو بالنسبه للاداء قيمتها مقارنه بسعرها، الافانسس بتفوز بسهوله. يعني مش بس انه السابو اغلى، السابو يعتبر أسوأ مقارنه بالافانسس من كل النواحي تقريبا، الا ممكن العرض من هنا ممتاز مثل الافانسس، بس كل شيء ثاني بحسه الافانسس افضل منه. السعر منافس يعتبر، وانت ما تنسى انه هذه جزمه انت حتلبسها وقت التمرين اغلب الاوقات وحتدل معك كثير، فبحس سعرها جدا مناسب ومنافس بالسوق. هلا المقاس، انا حسيت المقاس صحيح، كل الجزمات اللي بلبسها مقاس 12 امريكي، فلما طلبت 12 امريكي اجت بالضبط على مقاسي. فبشكل عام انت لو عندك جزمه نايكي، شوف الجزمه النايكي شو هي المقاس اللي عندك، اختار نفس المقاس بالافانسس وامورك بتكون تمام. فالمقاس ممتاز. سابو حسيت انه بتحتاج شوي تعدل بالمقاس، يعني مثلا اعطيك مثال، بالمقاس الاوروبي انا بالسابو 45 لكن بالافانسس انا 46، وانا مقاسي فعليا 46، اضطريت اني اطلب 45 من سابو عشان شفت المراجعات بيقولوا انه لا لازم تطلب مقاس اصغر عشان يجي عليك صح، فهذا شوي بلخبط بالنسبه للمقاسات. فالافانسس حسيتها مقاسها مظبوط اكثر للجزم العاديه اللي احنا بنلبسها. سابع نقطه، جوده الجزمه نفسها. فالجوده صراحه ممتازه، يعني مش بس انها قريبه من الارض، مش بس انها ثابته والجريب تبعها ممتاز، كمان جوده الصناعه تبع الجزمه ممتازه. شيء وحيد انا ممكن اشتكي منه، وانه شيء بشتكي منه يعني هذا الشيء، بس لو دققت يعني على التفاصيل التفاصيل التفاصيل، النسخه السوداء احيانا فيك تشوف اللزقه اللي استخدموها عشان الجزمه، بس مش كتير واضحه الا لو دققت كثير فيها. بالاخير الجزمه انت حتلبسها عشان التمرين، يعني هذا الشيء الوحيد صراحه اللي انا ممكن اعلق عليه. السابو بحسها شوي خسعه، حسها كأنها كلها قماش وما بتعطيك دعم، يعني حتى من هنا ما بتعطيك دعم من عند الكاحل، بحس هذه المنطقة على الفاضي، حتى لو شديتها ما عم تعطيك دعم، بس منظر توب اللي هنا. بس الأفانسس فعلا هنا قاسية شوي من هنا، فبتعطيك دعم انت بتلعب سومو ديد ليفت، انت بتلعب سكوات، انت بتلعب البنش، بس مش كتير من هنا حيفرق كتير، بس بالنسبة لشان الكاحل بتعطيك دعم. فالجودة التصنيع ممتازة. فمثل ما شايفين انه الافانسس بتغطي كل احتياجاتي كباور ليفتر بكل الرفعات الاساسية اللي بحتاجها، لدرجة انه انا استخدمت الافانسس لمدة اسبوعين ثلاثة قبل البطولة اللي فاتت، يعني اللي فزت فيها الحمد لله، قررت انه يوم البطولة حلعب كل رفعاتي فيها. فعلا كانت افضل خيار عملت. لو بتشوفوا فيديو البطولة اللي هو كان قبل هالفيديو، كل رفعاتي بالسكوات وبالبنش بريس وبالديد ليفت كنت لابس جسمة افانسس، بس كنت لابس السودا هاي اللي نفس اللي كنت لابسها وقت البطولة لما فزت. والله العظيم بدون مجاملة كانت افضل جزمه جربتها، لدرجه انه انا كنت العب سكوات بكعب حولت لفلات من ورا هالجزمه. مش بس شوفوا انه انا عم بستخدمها، انتوا لو بتنتبهوا بتتابعوا عالم الباور ليفتنج حتنتبهوا انه من اكبر الاسامي بالباور ليفتنج حاليا عم يستخدموا هالجزمه. مثلا اعطيك مثال، جمال براون عم يستخدم هالجزمه هلا وعم يحضر لبطوله ديد ليفت وحيشيل اوزان حيكسر ارقام عالميه، انا متاكد حيكون لابس هذه الجزمه. عندك جوناثان كايكو اللي فاز بفئه ال93 على مستوى العالم، لبس هالجزمه بالبطوله باي بي اف وورلد. ديد ليفت باندا من افضل ديد ليفترز بالعالم بيلبس هالجزمه. ديفيد وولسن بيلبس هالجزمة. فناس أسامي كبيرة بعالم الباور ليفتنج حولوا لهالجزمة عشان صراحة بتغطي كل الاحتياجات اللي بنحتاجها إحنا كباور ليفترز. هلا بالنسبة للإيجابيات والسلبيات، أنا مثل ما قلت لكم ما فيني أشوف أي سلبيات حاليا بالجزمة هاي، وأنا متأكد إنه حيكون في تصاميم جديدة وألوان جديدة وأشياء جديدة من هالشركة، عشان أنا متأكد إنه إذا هيدي النسخة الأولى، تخيلوا معي هذه النسخة الأولى، العادة الجزمات لما تكون بالنسخة الأولى في أشياء في عيوب هنا، وهذه النسخة الأولى وماني قادر لاقي عيب فيها، أنا ماني قادر أتخيل هلا لما يتطور وشو حيصير، شو المنتجات اللي حتطلع من هالشركة. فما فيني لكم اي سلبيات حاليا، بنصح فيها بقوه. طيب انا هلا انا على الانستغرام سالتكم وطلبت منكم انكم تعطوني تسالوني شو بدكم تعرفوا عن الجزمه، انا هلا حجاوب على بعض من الاسئله اللي انتم سالتوني اياها اللي بخصوص الجزمه نفسها.
على انستغرام عشان يكون اللي بيسأل سؤال يجيهم جواب. هل في السكوات احسن من الويت ليفتنج شوز؟ هلا ما رح اقول لك احسن ولا ولا اسوء. الويت ليفتنج شوز هي اللي بالكعب، بنلبسها ليش؟ بنلبسها عشان فيها كعب، بتساعدك النزول بالنزول، بتساعدك لو ما عندك مرونه بالكاحل. فانت لو ما عندك مرونه بالكاحل هذه ما رح تساعدك، بالعكس رح يكون اصعب عليك السكوات. انت لو معود على الكعب بالكعب، عشان هذه نوع جسمي مختلف ما بيتقارنوا مع بعض. فانت لو معود على الويت ليفتنج شوز خليك على الويت ليفتنج شوز. لو ما عندك مشكله بمرونه الكاحل وانت بتلعب بجزمه عاديه بالعاده، هذه جزمه حتكون ممتازه لك. لكن ما فيك تقارن هذه بويت ليفتنج شو عشانها فئه مختلفه. تصلح لرياضه الكروسفيت والبادل؟ بالنسبه للكروسفيت بتوقع انها بتصلح، لكن انا اللي بعرفه الكروسفيت بتوقع اذا مش غلطان الجزمه تبعتهم فيها شويه كعب، ماني متاكد. بالنسبه للبادل انا بشوف انها كتير حتكون ممتازه، وانا اجرب هالنظريه هاي قريب لما العب بادل المره الجايه رح البس الجزمه. انا مش حجاوب على أسئلة أنا غطيتها بالفيديو، يعني مثلاً كم سعرها، تكلمت سعرها كم، فرق بينها وبين السابو وتكلمت فيه، حجاوب على الأسئلة ما جاوبت فيها بالفيديو. هل تستاهل سعرها؟ وهل تعرف أو تتوقع إذا بيصير خصومات حلوة عليها؟ 100% بتستاهل سعرها حالياً، في خاصة لو بتستخدم الكود تبعي بيطلع لك 10% خصم، هذا شيء حلو، يعني بيطلع قيمة الجزمة $85 بدل 95، وبتستفيد منها وبتفيدني أنا كمان بكون شفافية. خصم اللي أنت بتستخدمه للجزمة بيدعمني أنا كمان كصالح كصانع محتوى، فإذا بدك تدعمني استخدم الكود تبعي. ليش حرصت على شرائها؟ أنا ما راح أكذب عليكم، أنا ما اشتريتها، أنا أفانسس تواصلوا معي وبعثوا لي إياها وقالوا لي إنه شوفها وجربها، وأنا كنت كتير صريح معهم، يعني حتى لما تواصلوا معي قلت لهم أنا ما راح أتكلم عنها ولا أقول أي شيء عنها قبل ما أجربها. فأنا جربتها، وبس بعد ما جربتها ولمدة شهر شهرين وهلا عدينا 3 شهور، هلا رح اتكلم عنها بقول لكم انه بنصح فيها بجدارة. نسبه انها تحمي من الاصابات والثبات؟ ما في جزمه رح تحميك من الاصابات بشكل عام يعني، بس بالنسبه للثبات ممتازه، يعني اذا انت عدم الثبات رح يسبب لك اصابه فهيدي حتحميك من الاصابه، بس يعني بشكل عام جزمه ما رح تحميك من اصابه لا سمح الله يعني. بس ممتازه بالنسبه للثبات 10 من 10. ثابته في السومو؟ ممتازه بالسومو، بالسومو حسيت حالي كاني ملازق بالارض، مستحيل انه يصير في خطا وتتزحلق رجلي لا سمح الله. عشان انتم شايفين الاصابات اللي بتصير بواحد فجاه رجله بتنزل تحت البار بتزحلق، هذا الشيء طبعا ما حدا بده اياه يصير، ما حدا بده يقع عليه 200-300 كيلو على رجله والله. فهيدي كتير ثابته بالارض، السومو ممتازه. هل تصلح للمشي في الشارع وكذا وفي الاماكن الحاره؟ تصلح للمشي عادي، انا مشيت فيها، في واحد من اصحابي راح فيها سافر لكوريا، كل المشي اللي مشيه هناك كان بالجزمة، ما كان عنده أي يعني ما اشتكى من أي شيء. فبتصلح للمشي بتصلح، بس اللي يكون الإنسول موجود جوا تكون حاطه جوا عشان راحتك أنت، يبني فيك تمشي فيها عادي. okay. ضرورية للمبتدئين إيش راح تضيف لك؟ okay. هل هي ضرورية للمبتدئين؟ لا، ما في أي جزمة ولا أداة ضرورية للمبتدئين ولا لأي ناس بشكل عام. هذه الجزمة مش ضرورية ومش لازم تشتريها عشان يكون عندك أفضل أداء. أنا عم بعطيك لو أنت بالسوق لجزمة باورليفتنج، لو أنت مهتم تشتري جزمة باورليفتنج، هذه من أفضل الخيارات، وهذا أفضل خيار فيك تاخده حاليا بوقت تصوير هذا الفيديو. 100% ممتازة، لكنها مش ضرورية. وإيش رح تضيف لك؟ كل اللي قلته بالفيديو رح تضيف. هل بيكون في الوان ثانيه؟ وكمان نبغى مراجعه منك شخصيا على اليوتيوب اللي بسويه هلا، ومنها تعطينا جزم ثانيه بديله في حال الميزانيه. شوف، بحال الميزانيه مثل ما قلت مش ضروري انك تشتري هالجزمه، بس لو انت بالسوق لجزمه باور ليفتنج بنصحك فيها. لو بتحسها اكثر من ميزانيتك فبقول انطر شوي، جمع واشتري، عشان هذه اعتبرها انت مثل استثمار، حتشتري مره حيضل معك لفتره طويله، خصوصا لو انت بس رح تلبس وقت التمرين وتشلح بعد التمرين، حيضل معك فتره كتير كتير طويله ورح يستاهل. نصيحتي انا بشكل عام لما تشتري اي شيء انت لابسه بجزمتك، يعني انت لابسه على رجلك وبتمشي فيه، لا تستخسر، عشان مهم كتير صحة رجلك، صدقني صحة الرجل كتير مهمة، فلا تستخسر بشيء مثل هيك، وهذا اصلا ما بيعتبر غالي مقارنة بالسوق. اوكي، اخر سؤال من تحت، روبر وهل طرية يعني ما تكون قاسية على الرجل؟ اوكي، من تحت روبر من نوع ما بعرف شو جايبينه، هذا من اي كوكب، بس بيلزق بالارض تلزيق. وهل هي قاسية؟ لو انت شلت الانسول من جوا رح تكون قاسية، رح تحس نفسك على الارض، هذا شيء ايجابي بالنسبه للتمرين. لكن لما تحط الانسول ثاني، بس ما تضيعوا معي، انا ما بعرف شو هي الكلمه بالعربي، بس هذا الانسول بيجي مع كل الجزمه. لما يكون الانسول داخل الجزمه حتكون جدا مريحه لللبس وللمشي ولاي شيء واي رياضه بتلعبها، تكون ممتازه فمريحه. ولما تشيل الانسول بيكون قاسي، بدك اداء بالتمرين بدك اياها تكون قاسية، وبدك اياها تكون ثابته بالارض. فهيدي كانت مراجعتي انا لجزمه Avances Apex Power، بنصحكم فيها. لو بدكم تشتروها تدعموني تستخدموا الكود تبعي، رح يكون الرابط بالوصف، يكون الكود الفيديو هيدا موجود. وشكرا كثير على المتابعه، اشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله، بس ما تنسوا شير لايك سبسكرايب تعليق تحت، اشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله.